تشجيع البنات لمواصلة دراستهن حتى النهاية، فإن مبادرة شباب تنمية التعليم بولاية بحر الغزل قد قامت بمكافأة البنات اللائي يفوزن في الشهادة الثانوية لعام 2021 بمركز مدينة موسرو. رئيس لجنة التنظيم لهذا الحفل عثمان آدم قدم باسم المبادرة جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة. أبكر آدم رئيس مبادرة الشباب لتنمية بحر الغزل أوضح بأن هدف المبادرة يتمحور حول تنمية الولاية في مختلف المجالات الحيوية لسكان الولاية، لا سيما تعليم الفتيات. مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة ببحر الغزل موسى بكر الزين عبر عن عميق شكره لهؤلاء الشباب الذين يدعمون نشاطات التعليم بالولاية. حاكم ولاية بحر الغزل الجنرال رمضان إرديبو دقرو وضمن اهتماماته المتواصلة والتزاماته الخاصة لمراقبة تعليم الفتيات، فقد أكد بأن هذه المبادرة تتفق تماما مع برامج السلطات العليا للجمهورية. من جانبهن الفتيات البالغ عددهن 20 فتاة، وبعد أن قمنا بتقديم الشكر للمبادرة فقد شكرنا أيضا كل من وقف بجانبهن حتى هذه المرحلة. انتهى الحفل بتوزيع شهادات التسجيل من قبل السلطات المحلية للفائزات.